تعالوا نشوف أول سؤال عندنا من الأستاذة نهى من دمياط. أستاذة نهى. أيوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أستاذة. كل عام وأنتم بخير يا فندم. أنا بشكر حضرتك وكل القائمين عن البرنامج والله. الله يرضى عنكم. شكرا على اللي أنتم بتعملوه معانا والله. الله. أنا بس كنت عندي أسئلة سريعة بإذن الله لحضرتك. يلا توكلنا على الله. السؤال الأول، يجوز المرأة إن هي تصلي صلاة التراويح في المنزل؟ ده سؤال. السؤال الثاني، معلش أسفة، أو كنت عايزة إن أنا يعني أعرف معنى كلمة جبر الخواطر، معنى جبر الخواطر. حاضر. معنى تفصيليا. السؤال الثالث، آخر سؤال، معلش أنا بعتذر لحضرتك والله. أبدا. بص ربنا يبارك لك. براحتك خالص. كنت بس عايزة هقترض مبلغ وأنا مضطرية ليه. إن أنا وهياخدوا حد هيجيب لي جهاز تعويضي ويردوا وأرد المبلغ بدل 12 22. يعني حضرتك هتقترضي عشان جهاز تعويضي؟ جهاز تعويضي القدمين، لاني والدتي بتشيلني وتطلع بيا الدور التاسع. طيب وتنزل خلاص هجاوب حضرتك على الثلاث اسئله. يجوز ان المراه تصلي التراويح في بيتها، لدرجه ان الصلاه التراويح في بيتها هتكون افضل من الصلاه في المسجد، لان حضره النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك. لكن في نفس الوقت قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله، يعني هي لو عايز تخرج لصلاه التراويح كده ليه؟ طيب لان اذا كانت صلاه التراويح دي بتقوم على الصله ما بين العبد وربه، فالمراه قد تكون في بعض الاحيان تحتاج الى مناجاه هادئه مع الله سبحانه وتعالى، تحتاج الى ان تكون في بيتها وتكون في إطار من الخبوت وإطار من الخلوة، فقد يكون في بيتها أفضل لها من المسجد. السؤال الثاني، يعني إيه جبر الخاطر؟ جبر الخاطر معناه عدة أمور. أنا ما بحبش فكرة جبر الخاطر إن واحد يكسر خاطره فواحد يجي يجبره خاطره. لا، في حاجة اسمها تطيب الخاطر من الأول خالص. معناها إيه؟ ألا نتكلم أو نتصرف أو نفعل أفعال تؤدي إلى أن يصاب الإنسان بحزن أو يصاب بوجع أو يصاب بألم، أو إن إحنا ماذا نفعل؟ نزيل ألمه ونزيل وجعه بإن إحنا نطيب خاطره، بمعنى إن إحنا نزيل عنه سبب الوجع وسبب الألم ونطمئنه ونجعله في أمان. كل ده هو المعنى الكامل لمسألة جبر الخاطر. السؤال الأخير، الاقتراض بسبب إن إحنا عايزين نشتري جهاز تكميلي، ده جائز شرعا، ولان دوت حاجه من الحاجات حاجه من الحاجات التي تقوم مقام الضروره، مقام الضروره. ليه؟ لان الانسان محتاج هذا الجهاز التعويضي عشان حياته تبقى مستقره، فدوت حاجه تنزل منزله الضروره في اباحتها ان يجوز لنا الاقتراض، حتى ولو كان الاقتراض ده بفائده فده جائز وليس من قبيل القرض الممنوع الذي يجر نفعاً.